الحمد لله خلصنا الحفل وطلعت فائزة معانا ربيعة يعطيها العافية، والحين عاد جاء وقت الأكل. ما أقول لكم من الريبورتاجات اللي انعرضت التقارير مت من الجوع، الحين صار الوقت أبدأ بسمبوسة. بسم الله. جينا نفاجئ أمي وأبوي، ما يدرون إن إحنا هنا. السلام. إلا إلا إلا. ما في أحلى على قلبي من مفاجأة أمي وأبوي في بيتهم، الله لا يحرمني منهم يا رب. طبعا ما شاء الله البومات الصور ما تخلص، فجلسي انا وامي ونعيمه نشوف. بس بليز امانه شوفوا باسل وشوشته، ما اعرف وين راح شعره، والله حرام كان كيوت. وهذه صوره جلونه في عيد ميلادها لما صار عمرها سنه، وصورناها بغرفتها وملبسينها على اساس سلسال جاها هديه وتبغى تفسخها زعلانه مو عاجبها الموضوع. هذا صورتي وانا صغيره، كم كان عمري ماما هنا؟ اي الصورة؟ هذه اللي انا لابسه ماسكه فيها المرضعة. هنا اعتقد شيء 6 اشهر او 8 اشهر. اوكي هنا مشيت، ما اذكر كم كان عمري طبعا اكيد. هنا صورة الجلونة، اوكي على اساس انها رومانسية من يوم انا صغيرة بديت قلبها. وهذه صورة لسمورة حبيبي، ما شاء الله عليهم رومانسيين من يومهم. وهذه صورة لباسل، اوكي لابس الثوب والقحفية شكله متحمس المدرسة. هذا باسل لما لعبنا بوجهه بالمكياج، يا حليله كان يستسلم لي انا وخالد، يخاف منه. محطة تجارب كان. بالضبط. وهذا هنا باسل حامل مين ماما هنا؟ اشوف حامل واسم؟ اي واسم. بس هو السؤال يعني باسل سؤال يعني باسل طبعا نايم تحت، بس اذا شاف السناب وين شعرك راح؟ وهذا ابوي مع خالد، حتى خالد ابشركم كان في شعر اختفى، والنتفه اللي هنا كان واسم. وهذه الصوره جابت لي اياها امي، تقول ايام ما كانت مخطوبه على ابوي، وهناك خوالي 2 لما كانوا يدرسون بامريكا، واللي ورا الصوره الصغيره البشت والثوب والعقال. هذا جدي الله يرحمه اللي ما شفته ما لحقت عليه، وما اتوقع ماما حتى انت تتذكري صح؟ من بابا لكن عمري 5 سنوات بابا. لما توفى جدي الله يرحمه، يعني كنت صغيرة يا دوب. وهذه صورة خالد أخوي مع جارنا غازي والد عمو ناصر سويدان، طبعا والدي وعمو ناصر كانوا مبتعثين للدراسة في أمريكا. وهذه صورتي وأنا صغيرة، ما كنت أعرف إيش قاعدة أتأمل في الصورة، ما في شيء غير أنا والزرعة بس، ويمكن كنت أشوف كائنات ما حد يشوفها غيري الله أعلم. وهذه صوتي أنا وأخوي خالد حبيبي لما كنا صغار، كان كثير حنون. أمي وأبوي لما يطلعون بالليل يكون عندنا بيبي سيتر أقعد أصيح فيقول لي لا تخافين ولا تزعلين، بعد شوي سوبرمان بمر بالسماء، وأقعد أناظر السماء أنتظر أنتظر لين أنام، وكنت أصدق طبعا وقتها. هذه واحدة من صور حفل التخرج والأمير سلطان الله يرحمه. طبعا يعني خطرت على بالي أغنية وأنا جالسة أشوف صور حق رباب الله يرحمها، كانت تغني وقت وعدة ولا عمر بس هذا حدة وقت وعدة. جابت لي أمي صور زيادة، هذه صورة لي وأنا صغيرة، تقول لي أمي كنا في واشنطن وقتها، بس المكان كثير حلو هناك بالخلف، مو باين واضح بس هو بحيرة وخضار وورد، باين شتا اللي لابسة جاكيت ثقيل. وهذه بعد بواشنطن، أمي شايلة باسل على كتفها، وعلى اليمين خالد وعلى اليسار أنا.
كل هذا الوقت لما كان أبوي مبتعث في أمريكا. وهنا باسل يصيح ما أعرف ليش، كيوت وهو صغير. كل صورنا وإحنا صغار كلها في أمريكا. أنا مع باسل، وهذا خالد مو باين طبعا، بس أنا وباسل داخل كرتون، يعني تركنا كل الألعاب وداخلين داخل كرتونة. أنا وخالد أخوي كان عمري 4 سنوات وخالد عمره 6 سنوات، وبعد في أمريكا لسه. إحنا ما رجعنا من أمريكا إلا لما جيت أدخل المدرسة، أتذكر أبوي قال لا لازم يدخلون مدارس عربية، فرجعنا السعودية أنا وخالد وباسل وأمي. ما شاء الله عليها أمي، يعني غير إنها تطبخ وغير إن كان عندها صالون تصلح ميك اب وشعر وتقص وتسوي كل اللي يخطر على بالكم بالصالون، كانت خياطة من الدرجة الأولى. فساتين أسيل وفساتيني كانت هي اللي تخيطها بنفسها، مش مشغل، لا هي بنفسها عندها ماكينة خياطة، وعملت لها مثل الغرفة خاصة بالخياطة، أدراج كلها أقمشة وكلف وشرايط وتخيط لنا. فاكتشفت إنه هذا الألبوم في كل الفساتين اللي كانت أمي تخيطها لأسيل. ولاحظوا كانت تخيط لها الفستان وشنطة صغيرة والشراب، طقم كامل. هذه كلها فساتين أسولة من أول ما انولدت اللي خيطتها لها أمي. وعلى فكرة كانت تخيط لي نفسها بس على مقاس كبير، فمتخيلين أنا وأسيل لابسين نفس الشيء مع فارق العمر؟ كنت متوهقة فيها من يومها. ما زالت أمي تطلع لي صور، هذه صورتي وأنا صغيرة لابسة البخنة وثوب النشل، بس شكلها كانت في مناسبة، بس ماني عارفة ليش الحماس اللي خلاني أطلع لساني. هذه صورة لأمي لما كانت بالصالون قاعدة تصلح ميك اب لوحدها. خلصنا من الصور مع أمي والذكريات، وجيت عند أبوي جالس يحلق فوق دبي برج خليفة. طبعا أبوي مهووس طيران. يعني أبوي كان بالعسكرية البحرية، طلع من العسكرية البحرية ودخل الجوية بالضبط. حلو صح؟ منظر الأبراج very nice. برج العرب، جزر العالم، النخلة. يحلق فوق النخلة حاليا. في الواحد يشوف الطيارة من داخل، في يشوف الطيارة من برا من أي جهة من الجهات. ممتع كثير البرنامج للي طبعا يحب الطيران، عشان كده أبوي دائما قريب منا كل يوم طاير فوقنا. وباي ذا واي الشاشة كيرف، فالواحد يعني يعيش الجو صح. عالم آخر لمحبين الطيران، طبعا عند طيارة الإماراتية هنا. صار وقت الوداع ولازم نرجع على الشرقية عشان نلحق على طيارتنا.
الجو ما شاء الله تحفة. الحمد لله وصلنا دبي. وعليكم السلام. ثانك يو. أسرع رحلة يمكن هذه.